هنا طبعا انت عارف ان وزاره التموين والشركه القابضه بتقوم بمجهود كبير بتوفير سلع اساسيه للمواطنين، سواء سكر ورز وزيت ومكرونه وسمنه والبان والحاجات دي، زائد ان في سلع رمضانيه برضو متوفره بكميات كبيره جدا. هنقول بقى ايه سلع اساسيه عندنا؟ السكر الكيلو بتاعه ب 10.5، موجود عندنا زيت تموين الكيلو بتاعه ب 25، موجود زيت حر 900 ملي ب 23.5، موجود مكرونه 400 جرام ب 4.5، موجود مكرونه 350 جرام ب 3.5، موجود مكرونه 500 جرام ب 5 جنيه، موجود البان عندنا بتبدا من 13 جنيه 1 كيلو، زائد ان عندنا جبنه وجبنه ربع كيلو ب 6 جنيه نص كيلو ب 11 جنيه، موجود عندنا جبن سايبه بجميع انواعها، موجود عندنا لحوم برازيلي مجمده اسعارها اللحوم البرازيلي الكيلو بتاعها ب 85، موجود عندنا لحم هندي الكيلو بتاعها ب 56، موجود عندنا لحوم بتوفر في المجمعات الاستهلاكيه لحوم سوداني طازجه الكيلو بتاعها ب 95، زائد ان عندنا الخضار والفاكهه متوفر بكميات كبيره جدا باسعار تقل عن السوق الخارجي مش اقل من 30%. على سبيل المثال عندنا الطماطم بتروح سعرها من 4.5 ل 5.5، موجود عندنا الخيار بيبدا من 8 ل 11 جنيه، موجود عندنا الكوسه ب 9 جنيه، موجود بطاطس تحمير سعرها من 6.75، بصل الكيلو بتاعه ب 4 جنيه، موجود البدنجان الرومي بيبدا من 8 ل 10 جنيه، موجود عندك البدنجان العروس برضو نفس السعر، زائد الليمون سعره من 10 ل 11 جنيه. طبعا وبيتم ضخ كميات كبيره جدا في الخضار والفاكهه مش اقل من 3 4 طن يوميا، زائد ان عندنا في المجمع الاستهلاكي اللي انت واقفه فيه بضاعه تكفي المواطنين مش اقل من 3 شهور. احنا بنقول المواطن اطمن في اي وقت هتنزل مجمع استهلاكي هتلاقي بضاعتك اللي انت عايزها، زائد ان عندنا رز موجود على بطاقه التموين عندنا ب 8 جنيه، موجود عندك رز حر بيبدا من 11 وربع واسعار متوفره بكميه بتقل عن السوق مش اقل من 20%، زائد الكميات كبيره جدا زي ما انت شايفه والاقبال زي ما انت شايفه من ساعه ما وقفت حضرتك الدنيا زحمه ازاي. يا ميش رمضان عندنا اسعار السنه دي الحمد لله احسن من السنه اللي فاتت، كمان عندك بلح بالنص، البلح الجاف بيبدا من 12 جنيه وبلح النص جاف بيبدا من 24، موجود قمر الدين سوري لفه 400 جرام بتبدا من 24 جنيه، زائد ان عندنا اللوز والجو، اللوز الكيلو بتاعه ب 180، البندق الكيلو بتاعه ب 160، عين الجمل ب 200، عندك جوز الهند ب 60، عندك التين ب 40 اللفه، موجود عندك الفول السوداني بتاع الحلويات ب 42، موجود عندنا كل الاصناف زي ما انت شايفه، الاسعار في المجمعات الاستهلاكيه باسعارها زي ما انت شايفه ما فيش حاجه زادت، وبيحاول بقدر المستطاع ان ما فيش زياده في الاسعار عشان يبقى في توازن في السوق. هو بطاقه التموين عليها 29 صنف، زائد ان المواطن بياخد بطاقه التموين بتاعته بيصرفها وياخد ورقه نقاط الخبز ويخش يكمل اللي هو عايزه من مجمع مول. نقاط الخبز يخش ياخد اي حاجه 1300 صنف موجودين على الارفف بياخد اللي هو عايزه، بياخد مجمدات عايز، ياخد خضار مجمد عايز، ياخد يا مش رمضان ياخد، البان ياخد، جبن ياخد، اسماك مجمده ياخد اللي هو عايزه.